بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية في إطار فراغ كروي، لأن بالتأكيد خلال هذه الفترة مفيش أي مباريات محلية وإفريقية على مستوى الأندية، لكن على مستوى المنتخبات أجندة دولية في جميع القارات، تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، في تصفيات أخرى في القارات متعلقة بتصفيات كأس عالم أو تصفيات لبطولات أمم في الفترة القادمة. لكن طبعا جمهور النادي الأهلي بيبقى ليه خصوصية خلال هذه الفترة في ظل هذا الفراغ القروي، مفيش مباريات للنادي الأهلي، فالكل بيبقى متلهف بشكل كبير على عودة المباريات بالنسبة للنادي الأهلي. وطبعا أولى المباريات الفترة القادمة هتكون مع نادي المريخ السوداني، هذه المباراة في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى، واللي هتقام على استاد الهلال بأم درمان يوم السبت الموافق 3 إبريل الساعة 3 العصر. لكن خلال هذه الفترة في مباراتين هامتين جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني، مصر وكينيا أو كينيا ومصر إن شاء الله يوم الخميس القادم، ثم ختام التصفيات في الجولة السادسة يوم 29 من شهر مارس الجاري مع جزر القمر على صدارة المجموعة، وبإذن الله تكون المباراة الأخيرة تحصيل حاصل والمنتخب في نيروبي يضمن التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في بداية العام القادم. لكن حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل مختلفة وفيها شوية كواليس ومعلومات، وبالتأكيد تابعونا على مدار الحلقة. هنلقي الضوء على أول تدريب لفريق النادي الأهلي اليوم بعد الراحة السلبية اللي منحها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للفريق بعد طبعا الفوز على فيتا كلوب، وخلال هذه الفترة كانت راحة سلبية كبيرة للفريق، فرصة لالتقاط الأنفاس قبل المرحلة القادمة. لكن نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة النهاردة بالتأكيد له علاقة بمباراة كينيا ومصر، كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال، رأيكم فيما هو أفضل أو أفضل تشكيلة لمنتخب مصر أمام كينيا. كل واحد يدخل ويشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن معنا حلقة النهاردة فيها شوية عناوين وثلاثة عناوين لحلقة الترند. في ترند الأهلي، الفريق يعود للتدريبات استعدادا للمريخ. وفي الترند المحلي، المنتخب يطير إلى كينيا. وفي الترند العالمي، رئيس برشلونة الأسبق أتمنى التعاقد مع صلاح. العنوان الأخير لفت انتباه الجميع، نتمنى يا رب بإذن الله المرحلة القادمة يكون فيها خطوة إيجابية لمحمد صلاح، ويكون تجربته مع ليفربول الإنجليزي خطوة للأمام، لما لا قد يكون في ريال مدريد، قد يكون في برشلونة، بالتأكيد حديث كل وسائل الإعلام، خاصة مع قرب نهاية مشوار أحد نجمي الكرة العالمية سواء كريستيانو رونالدو أو حتى ليونيل ميسي. نتمنى الفترة القادمة يكون محمد صلاح في مصاف اللاعبة الكبيرة بإذن الله، ويكون من أبرز لاعبي العالم خلال الفترة القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا شوية تفاصيل مهمة جدا وإلقاء الضوء على أول تدريب لفريق النادي الأهلي بعد العودة من الراحة السلبية. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. هنلقي الضوء شويه على شويه تفاصيل موجوده في السوشيال ميديا والمحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا بخصوص الفتره الحاليه، ازاي الاهلي بيستعد لمباراه المريخ السوداني، ازاي الجهاز الفني بيفكر بعد الراحه السلبيه يستعد للفتره ظل غياب ما يقرب من حوالي 20 لاعب. هنشرح مع بعض ونشوف المحتوى عبر السوشيال ميديا والمواقع اهتمت بايه في مساله غياب اللاعبين. نبدا مع بعض من خلال الصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك، كتبوا الأهلي بدون 20 لاعب قبل مواجهة المريخ السوداني. طبعا بيغيب 20 لاعب عن التدريبات خلال هذه الفترة، لو بنتكلم 20 لاعب يعني ما بين 8 لاعبين في المنتخب الأول اللي بيقوده الكابتن حسام البدري، 5 لاعبين في المنتخب الأولمبي اللي بيقوده الكابتن شوقي غريب، وثلاثة لاعبين في انضمامهم للمنتخبات خلال الفترة الحالية، ما بينهم 2 طبعا أليو ديانج ووالتر بواليا مع منتخب مالي ومنتخب الكونغو، وعلي معلول موجود مع المنتخب التونسي بيتعالج من الإصابة اللي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لأربع لاعبين مصابين في الفترة الحالية مش موجودين في التدريبات الجماعية، وليد سليمان طبعا، محمود وحيد أيضا، كمان محمد محمود وكريم ندفي. فبنتكلم فيما يقرب من 20 لاعب، تتكلم عن قائمة فريق بالكامل. لذلك النهاردة في التدريب أكيد هيكون فيه تفاصيل وكواليس هنستعرضها بالتأكيد خلال الفقرات اللي جاية، لكن طبعا ده إجمالا لازم نشرح للناس في الفترة الحالية إزاي الجهاز الفني بيستعد لعودة المباريات والتدريبات في الفترة الحالية، ولكن بغياب 20 لاعب على الأقل لن يعود منهم أي لاعب إلا بعد نهاية الأجندة الدولية يوم 30 مارس. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للأهرام على تويتر، واللي قالوا فيه
ان الاهلي بيطمئن على ايمن اشرف بعد اصابته في المنتخب. ايمن اشرف طبعا مدافع فريق النادي الاهلي والظهير الايسر كان تعرض لالام او خشونه بسيطه في الركبه، يمكن لم يخوض اي تدريبات جماعيه مع الكابتن حسام البدري في المنتخب الاول، وكان البعض يتوقع اليوم قبل سفر بعثه منتخبنا الوطني ان ممكن يكون في استبعاد لايمن اشرف حرصا على سلامته او يكون يعني يوصل تدريباته التاهيليه والعوده للمران مع الفريق الاول، لكن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالتاكيد شاف ان في جاهزيه لايمن اشرف وممكن يلحق بمباراه كينيا بعد غد الخميس. لكن على مستوى النادي الاهلي الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اجرى اتصالا بالجهاز الفني او الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقياده طبعا دكتور محمد ابو العلا عشان يطمئن على حاله ايمن اشرف بعد شكواه من الام في الركبه، واكيد في تنسيق طبي ما بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي مع الجهاز الطبي في المنتخب الوطني، وفي النهايه الكل بالتاكيد بيشتغل على سلامه وجاهزيه كل اللعيبه في الفتره الحاليه، واي لاعب اكيد بيعاني من اي اصابه وفرص لحاقه بالمباريات صعبه بيعود مباشره الى نادي. طيب نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، ونشروا موضوع وتقرير بالمناسبه مهم جدا لان احنا محتاجين يعني ايه نوضح شويه تفاصيل متعلقه بالفتره اللي احنا فيها. احنا في شهر مارس والموسم لن ينتهي، الموسم الافريقي قبل نص سبعة والموسم المحلي طبقا للمعلومات مش قبل يوم 30/9، لكن السؤال اللي طرحه اليوم السابع هل يجدد الاهلي مفاوضات ضم سيرينو لاعب سان داونز في الصيف المقبل؟ طبعا هو السؤال اتطرح من خلال اجابه لمسؤولي النادي الاهلي وتحديدا الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات، وقال فيه نفى او نفيا قاطعا فكره ان يكون في تفاوض في الفتره الحاليه على انضمام جاستن سيرينو اللاعب الاوروغوياني في سان داونز لصفوف الاهلي، وقال هذا الملف اغلق تماما بعد المفاوضات التي اجريت خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الماضي. وقال الكابتن امير توفيق ان سيرينو كان احد ابرز اللاعبين اللي كان فيه اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني ولجنه التخطيط لضم اللاعب خلال الفتره القادمه، لكن المغالاه الماليه طبعا منعت هذا الانتقال وتم غلق الملف بالكامل. وانا عايز اكد على هذا الكلام واقول لكم ان في الفتره الحاليه مفيش فيه اي مفاوضات مع اي لاعب سواء محلي او افريقي في الفتره الحاليه، لان الجهاز الفني في خلال هذه الفتره لم يحدد احتياجاته للموسم القادم، لان الموسم اساسا لم ينتهي وما زال متبقي فيه ما يقرب من حوالي من 5 إلى 7 أشهر. محدش عارف بكرة ممكن يحصل فيه إيه، محدش عارف المباراة الجاية ممكن تكشف لك أنت محتاج في مركز إيه ومركز أنت ممكن كنت بتعاني منه، المباريات القادمة تثبت لك أن المركز ده لا فيه وفرة وفيه جاهزية لعدد من اللعيبة. دايما كرة القدم بيبقى فيها مفاجآت وفيها متغيرات، فالطبيعي الاجتماعات اللي بتتم حاليا بتتم عشان مناقشة الموسم القادم، لكن ما بيكونش فيه إجابات قاطعة على مفاوضات ممكن تجرى من دلوقتي عشان تنتهي بعد 7 شهور أو 8 شهور. النادي ممكن يبحث وممكن يشوف سير ذاتية وممكن يشوف احتياجاته الفترة الجاية، ولكن فكرة الدخول في مفاوضات مباشرة وإنهاء صفقة من دلوقتي وانت لسه الموسم متبقى عليه، الموسم الإفريقي مش قبل 5 شهور والموسم المحلي مش قبل 8 شهور، محدش عارف، محدش عارف الموسم اللي جاي اصلا القائمه المحليه بقى ايه ظروفها، القائمه الافريقيه بعد ما كانت 40 لاعب ممكن ترجع تبقى 30 ولا لا، في تفاصيل صغيره ما بين السطور الناس ممكن ما بتاخدش بالها منها لكن دايما بتهتم ان هي تعمل فرقعه، فتقول لك الاهلي انهى ضم لاعب افريقي، الاهلي بيفكر في اعاره بواليا، الاهلي بيفكر في ضم مهاجم سيمبا التنزاني، وبيتقال ارقام كلها ارقام خياليه بعيده عن الواقع، يعني مثلا مهاجم سيمبا اتقال لك ممكن مثلا الاهلي يضم هذا اللاعب بمليون دولار، وهو اصلا اللاعب قيمته في سيمبا التنزاني بياخد 10000 دولار شهريا ودي اعلى قيمه في سيمبا، يعني في السنه بالكامل بياخد مثلا ما يقرب من 240000 دولار، لكن دايما بيبقى في شغل للوكلاء وفي شغل في الفتره الحاليه عشان تسويق عدد من اللعيبه الفتره الجايه، لكن الفتره الحاليه مفيش اي مفاوضات مع اي لاعب من سان داونز، وكل نادي بيفكر في المرحله الجايه، سان داونز عنده مشوار افريقي، الاهلي عنده مشوار افريقي، وبعد نهايه الموسم وبعد نهايه المشوار تبدا تشوف احتياجاتك الفتره الجايه وتشوف الثغرات اللي ممكن انت عايز تسدها الفترة الجاية في عدد من اللاعبين، وده بيتم طبعا من خلال النادي الأهلي في كل الفترات وفي كل المراحل السنية. طيب نروح كمان بقى لحاجة يعني ليها فرحة مختلفة، فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال امبارح عمل مباراة كبيرة جدا على نادي الزمالك في دوري الكرة الطائرة. قبل المباراة البعض كان مستغرب ازاي الزمالك متصدر والأهلي في الكرة الطائرة خلال السنوات العشر الأخيرة عامل نتائج طيبة، لكن طبعا مباراة الأمس فوز بيها وعندك مباراة مؤجلة تفوز بيها تبقى انت متصدر دوري الكرة الطائرة، وده الطبيعي
بالنسبه لفريق الطايره. قدامنا طبعا في الصوره الكابتن محمد مصلح ميدو في فرحه مع لاعبي او مع احد لاعبي النادي الاهلي، ومكتوب على الصوره روح الفانيلا الحمراء شيء لا نفقده ابدا. طبعا احمد صلاح احد نجوم الكره الطائره في النادي الاهلي، من اللعيبه المميزه جدا، سواء احمد صلاح سواء محمد عادل، انا مش عايز اقول طبعا ممكن انسى اسامي، لكن كل اللعيبه على مستوى يليق كبير جدا في فريق الكره الطايره. ومن خلال طبعا الكابتن محمد مصلحي ميدو والكابتن احمد تايجر، طبعا تامر تايجر مدرب الفريق، عاملين انجازات رائعه جدا في لعبه الكره الطايره، وامبارح فازوا على نادي الزمالك بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، وخلاص على اعتاب تصدر دوري الكره الطايره. وباذن الله ان شاء الله مع الدور الثاني يكون في فارق شاسع من النقاط، عشان دوري الطايره عارف مكانه، موجود في قلعه ودولاب البطولات في النادي الاهلي. ده كان الجزء المهم المتعلق بالترند النادي الاهلي او ترند الاهلي، المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وكواليس ولكن في الفقرات القادمه. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا النهارده بالنسبه لنا ترند الترند هو تدريب فريق النادي الاهلي. الفريق عاد طبعا بعد راحه سلبيه حوالي 5 ايام، بيتس موسيماني والجهاز الجنوب افريقي سافر الى جنوب افريقيا من الكونغو الديمقراطيه مباشره. كانت فرصه لالتقاط الانفاس، راحه سلبيه في ظل موسم مضغوط ما بين مباريات محليه وافريقيه. ايضا كانت فرصه طيبه لعدد من اللاعبين فتره راحه سلبيه خلال 5 ايام. طبعا المنتخب كمان كان واخد حوالي 8 لاعبين للمنتخب الاول، المنتخب الاولمبي كان بيضم 5 لاعبين في الفتره دي. الجهاز الفني بقياده حسام البدري قال كمان لا، ندي راحه سلبيه كمان للاعيبه اللي جايه من انديتها عشان يبدا المعسكر، بدل ما كان يبدا من يوم الثلاثاء الماضي بدا امبارح او اول امبارح بالتاكيد، عشان يستعدوا لمباراه كينيا. فكانت فرصه طيبه لكل العناصر سواء الدوليه او حتى المحليه ان هم ياخدوا فرصه لراحه والتقاط الانفاس بالنسبه للمرحله اللي جايه، لان المرحله الجايه هتبقى فيها ضغط مباريات غير طبيعي ما بين مباريات محليه وافريقيه. كنا اتكلمنا في ترند الاهلي وقلنا النهارده بيغيب عن صفوف الفريق في التدريبات حوالي 20 لاعب. في المنتخب الاول بنتكلم عن 8 لاعبين، في المنتخب الاولمبي 5 لاعبين، بنتكلم في 4 لاعبين مصابين، في 3 موجودين في المنتخبات الدوليه. طبعا عندك علي معلول مع منتخب تونس بيستكمل برنامجه التاهيلي، اليو ديانج طبعا اسمه نزل في قائمه منتخب مالي، والتر بواليا موجود مع منتخب الكونغو الديمقراطيه. فبالطبع جهاز الفني النهارده واول مران بقياده بيتسو موسيماني هيكون فيه يعني ضم عدد من العناصر الشابه وعدد من العناصر في الفتره القادمه. قدامنا طبعا في الصور، وده تدريب الاهلي النهارده. كابتن صلاح عبد الحفيظ مدير الكره موجود، الكابتن سامي قمصان، طبعا كابتن ميشيل يانكون كمان مدرب الحراس، قدامنا حسين الشحات، قدامنا كمان بدري بنون، رامي ربيعه، مروان محسن. يمكن هيكون في يعني مجموعه من العناصر الاساسيه من قائمه الفريق الاول حوالي من 5 إلى 6 لاعبين، وهيكون في تطعيم بعدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين سواء فريق ال 99 او فريق ال 2000 خلال الفتره الحاليه. بدري بنون كنا نتمنى ان يكون موجود في المنتخب المغربي، طبعا هو كان من ضمن اللاعبين الموجودين في القائمه الاوليه بعد ما الموقع الرسمي للنادي الاهلي اعلن ان بدري بنون هيكون موجود في المنتخب المغربي، لان طبعا الانديه او الاتحادات بتبعت للانديه الاسامي المرشحه قبلها باسبوعين، خاصه لما بتكون لعيبه بتلعب خارج الاطار الوطني او خارج الدوري المحلي. لكن في النهايه وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب لما اعلن القائمه كانت بدون بدري بنون، وكان الاعلام المغربي مهتم جدا بفكره ان بدري بنون عامل نتائج وعامل مباريات جيده مع النادي الاهلي تحديدا في المسابقه الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله هيكون ليه فرص خلال الفتره اللي جايه. ودي ازمه بالمناسبه يمكن عايز اتطرق عليها، المنتخب المغربي دايما بيهتم باللعيبه اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه، بتبقى في معاناه على فكره ان هو يضم لعيب بيلعب في المسابقات الافريقيه او بيلعب في الدوري المحلي. لكن بدري ان شاء الله الفتره الجايه كلنا بنسنده، كلنا بندعمه، وهنبقى سعداء بالتاكيد لما يكون موجود في صفوف المنتخب المغربي، لانه يستحق انه يكون موجود مع المنتخب المغربي في الفتره القادمه. قدامنا طبعا على الشاشه ده اول تدريب لفريق النادي الاهلي النهارده استعدادا للمرحله القادمه، اجتماع للجهاز الفني زي ما شفنا على الشاشه بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. قدامنا كمان اهو سعد سمير مع رامي ربيع، حسين الشحات، كابتن وليد سليمان موجود اهو انضم للتدريبات الجماعيه، مروان محسن، ومجموعه من لاعبي قطاع الناشئين. قدامنا كمان في الصوره الكابتن محمود متولي مدافع فريق النادي الاهلي، جونيور اجاييه قدامنا على الشاشه كمان عاد من اجازه ورحله نيجيريا، كان طبعا زار اسرته في خلال ال5 ايام، لكن طبعا التزم وعاد في الموعد المتفق عليه، وده شيء رائع وشيء طيب لما بيكون في مواعيد رسميه بيتم الاتفاق عليها مع اللاعبين لما بياخدوا اجازه.
الالتزام بهذه المواعيد بيبين لك ان هنا في نظام اداري، في نظام داخل قطاع الكره الكل بيبقى ملتزم بيه، لان في لائحه كمان زي ما في لائحه للمكافئات وطبعا لائحه للمباريات اللي بتكسب بيها خارج الارض، بتبقى كمان في لائحه للجزاءات ولائحه للعقوبات اذا لم يكن هناك التزام. وده في النهايه بيدي بقى استقرار داخل فريق الكوره طالما في لائحه مكافئات ولائحه جزاءات. لكن الحمد لله اللعيبه بتلتزم قدر الامكان. النهارده كمان كان في مسحه طبيه، طالما انت راجع بعد راحه سلبيه واجازه سلبيه لازم تعمل مسحه طبيه عشان تطمن على كل العناصر قبل ما بتنزل التدريبات الجماعيه النهارده وبتستعد بالنسبه للمرحله الجايه. قدامنا اهو في الصوره ميشيل يانكون طبعا مدرب الحراس اجرى مسحه طبيه، قدامنا كمان مدرب العام كيفن جونسون طبعا كمان بيجري المسحه الطبيه بعد العوده من جنوب افريقيا. طبعا فرصه طيبه عشان تطمئن على كل العناصر النهارده وانت بتستعد للفترة اللي جاية بعد الراحة والاجازة السلبية. وطبعا اول مباراة هتكون بالنسبة للفريق النادي الاهلي الفترة الجاية هتكون مباراة المريخ السوداني من النهاردة. بالطبع قدامنا كمان يعني احمد طارق سليمان من حراس المرمى اللي موجودين في قطاع الناشئين، اتصعد كمان النهاردة موجود مع الحراس اللي موجودين في الفريق الاول، يعني عدد من اللاعبين نتمنى لهم التوفيق يا رب باذن الله. طيب عشان نلقي الضوء اكتر بقى ونشوف التفاصيل والكواليس واللقطات اللي ممكن يكون شافها زميلنا فاروق صلاح ولم تستطع طبعا الكاميرا التقاطها لان انت مسموح لك جزء معين في المران وباقي المران طبعا بيكون الجهاز الفني بيشتغل فيها مع كل اللاعبين. اروح لزميلي العزيز على الهواء مباشره فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره وتحديدا من ملعب التتش عشان نطمئن من خلاله على آخر الترتيبات والاستعدادات بالنسبة لمباراة المريخ في ظل غياب 20 لاعب عن قائمة الفريق الأول بسبب الأجندة الدولية وإصابات أخرى. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عايز أطمن منك بقى النهاردة بيتسو موسيماني في أول اجتماع مع اللاعبين أبرز الكلام اللي ممكن يكون قاله بالنسبة للمرحلة اللي جاية، عندك غيابات عديدة وانت طبعا المباريات اللي جاية انت عندك مباراة المريخ السوداني، ففي ظل غياب عناصر أساسية كثيرة ازاي الجهاز الفني هيتعامل مع الفترة الجاية وازاي هيتغلب على هذا النقص العددي، وهل استعانة من خلال بعض الفيديوهات اللي شفناها بعدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين ولا لا؟ بالفعل يا محمد خليني اقربك من الصوره واقرب كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النادي الاهلي النهارده بيستأنف تدريباته بعد راحه استمرت لاكثر من 6 ايام عقب المباراه الفيتا كلاب وفوز النادي الاهلي في على فيتا كلاب ب3 اهداف مقابل لا شيء، لا صوت يعلو فوق صوت مباراه المريخ السوداني. دي كانت ابرز يعني كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي انطلقت قبل المران، اهميه المباراه واهميه تحقيق الانتصار على المريخ السوداني. ومن النقاط المهمه جدا يا محمد اللي اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين تغذيه الدوافع لدى اللاعبين في ثقافه الفوز خارج الملعب، وان دي دايما تكون هي اللغه او يعني الدافع الاساسي للاعبي النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه جدا يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم على اهميه هذا اللقاء المريخ السوداني وضروره تحقيق الانتصار من اجل ان شاء الله تصدر المجموعه وتكون الامور سهله في مباراه سيمبا ان شاء الله في المباراه الاخيره ومن ثم ان شاء الله التصدر المجموعه، وقال ان ده دايما بيبقى قدر النادي الاهلي. احنا لسه متوجين بالبطوله اللي تسعى، لكن انا قبل ما اجي النادي الاهلي انا عارف طموحاته وطموحات لاعبيه وفوق ده كله انا عارف طموحات جماهيره، عارف ان انا دايما مطالب مني المركز الاول، مطالب مني تصدر المجموعه ومطالب بتحقيق البطوله. يعني كلها ابرز نقاط ايجابيه من مستر بيتسو موسيماني في حديثه مع اللاعبين. قبل المران يا محمد كان في مسحه طبيه طبعا انت عارف طبقا للاجراءات الاحترازيه المتبعه داخل النادي الاهلي بعد العوده من فتره الراحه والاجازه، تم اجراء مسحه طبيه لكافه اللاعبين. وزي ما انت استعرضت في ظل غياب مجموعه كبيره جدا من اللاعبين سواء لاعبي المنتخب المصري الاول الثمان لاعبين الموجودين، ويعني ان شاء الله هستوقف يعني هتوقف نقطه مهمه جدا خاصه بالمنتخب المصري، يعني ان شاء الله في ختام الحديث هتكلم معاك فيها نقطه مهمه جدا. ايضا الخمس لاعبين الموجودين في المنتخب الاولمبي وايضا وولتر بواليا وديانج الى جانب المصابين. طبعا المستر بيتسو موسيماني اضطر ان هو يستعين باكثر من 12 لاعب موجودين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي كلهم من فريق النادي الاهلي مواليد 2001 وفريق ال 99 كلهم عناصر مميزه جدا. طبعا احمد طارق سليمان مصطفى بالظبط يا محمد 12 لاعب
سواء احمد طارق سليمان طبعا مع وجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير سواء في المنتخب المصري الاول او المنتخب الاولمبي، ايضا اللاعبين مصطفى الياس ومحمد حسام ميدو واحمد اشرف ومحمد اشرف واحمد سيد عبد النبي عمر رزق وليد مصطفى احمد الشامي واللاعب حسون محمد احمد سيد غريب، يعني يا محمد ابرز اسماء اللاعبين الموجودين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكلهم بالمناسبه عناصر مميزه جدا. اروح بقى بيك يا محمد بقى نقطه مهمه جدا، وان انا اطمنك على حاله اللاعبين المصابين، يعني كان ليا حديث مع دكتور احمد ابو عبله واقول لك ان في يعني من الاخبار الساره طبعا النهارده وليد سليمان بيشارك في التقسيمه بصوره اساسيه وبصوره كامله جدا. وليد سليمان ان شاء الله هيكون جاهز لرحله السفر الى السودان، هيتبقى سفره يخضع للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو وموسيماني. ايضا محمود متولي النهارده بيشارك في المران وبيشارك في التقسيمه، بيسير بخطى ان شاء الله ثابته ومميزه ان شاء الله، قريبا محمود متولي ان شاء الله يكون موجود في التشكيل وفريق النادي الاهلي ان شاء الله. يعني المراحل اللي مشي فيها محمود متولي، واطمنا من خلال دكتور احمد ابو عبله على محمود متولي. اروح بيك يا محمد لتونس ونطمن على حاله علي معلول، كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله وكان يعني وضح لي الامور ان في اتصالات شبه يوميه مع دكتور سهيل الشاملي طبيب المنتخب التونسي لمتابعه كل الامور الخاصه باصابه علي معلول، وان شاء الله من المقرر عوده علي معلول الى مصر ان شاء الله يوم 30 مارس. عقب العوده ان شاء الله هيخضع لتقييم من قبل الجهاز الطبي قبل انضمامه ان شاء الله للتدريبات الجماعيه. اطمنك ايضا واحنا بنتكلم برضو على المصابين ان محمد محمود لازال في البرنامج التاهيلي، وان شاء الله خلال 3 أسابيع هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. ايضا محمد محمود خلال 3 أسابيع هيكون موجود في التدريبات الجماعيه يا محمد. طيب اخر حاجه، انت كنت عايز تقول حاجه متعلقه بالمنتخب الوطني او ليها حاجه علاقه بتدريب الاهلي بالظبط، وعايز اعرف منك البرنامج الفتره الجايه هيبقى التدريب فتره واحده ولا ممكن يكون فيه فترتين؟ النقطة المهمة يا محمد نقطة المنتخب المصري، طبعا كان بعض الأخبار اللي يعني تم تناثرها أو عن إصابة أيمن أشرف، كان ليه حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلة أنه يعني كان على تواصل مع دكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب المصري وأيضا أيمن أشرف. طبعا أنت عارف أيمن أشرف يعني بقى بعد فترة الراحة بيبقى فيه بعض الشعور بالألام في الركبة، الدكتور أحمد أبو عبلة تابع مع الدكتور محمد أبو العيلة ومع أيمن أشرف كان في بعض الألام، ولكن الألام النهارده وايمن اشرف شارك في المهار، لم يشارك في المران بالامس او قبل امس، ولكن شارك في المران بصوره كامله النهارده. بطمنك وايمن اشرف ان شاء الله موجود مع المنتخب المصري، طمنتك على ايمن اشرف. البرنامج يا محمد ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته غدا ان شاء الله، هيكون فتره واحده الفريق ان شاء الله هيستأنف تدريباته غدا في تمام الساعه 4 عصرا بمشيئه الله. تمام زميلي العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار وكل هذه المعلومات، فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة من ملعب التتش، عشان نطمئن على حالة الفريق والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب الترند الثاني اللي معانا النهاردة طبعا بخصوص المنتخب الوطني، وهو ترند المنتخب، يعني المنتخب عنده مباراة مهمة جدا مع كينيا في نيروبي ان شاء الله يوم الخميس الساعة 6 بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة جدا، مباراة صعبة، يمكن التعادل يضمن لك التأهل بنسبة كبيرة خلاص إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. لكن النهاردة أو منذ ساعات قليلة خلاص الجهاز الفني واللاعبين توجهوا إلى العاصمة الكينية نيروبي من خلال طائرة خاصة استعدادا طبعا لخوض هذه المباراة. يمكن قدامكم على الشاشة بعض اللقطات وبعض الصور لتوجه اللاعبين، وموجودين طبعا في فندق الإقامة قبل التوجه إلى مطار القاهرة، أو تحديدا في مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى كينيا. النهاردة مران اليوم شهد مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب أرسنال ومحمود حسن تريزيجي لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد انضمامهم إلى معسكر المنتخب مساء أمس، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله جمعة لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر بدلا من أحمد أبو الفتوح. مران النهارده حضروا احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره او رئيس اللجنه الثلاثيه اللي هيتراس البعثه، ومعاه كمان عضو الاتحاد المهندس احمد حسام عوض. قدامنا على الشاشه طبعا تريزيجي احد ابرز لاعبي المنتخب الوطني، محمد صلاح، النني طبعا، حارس مصر محمد الشناوي، عمر جابر، جنش. يمكن ان شاء الله باذن الله تكون الصفوف مكتمله، والكل كان قلقان من فكره انضمام المحترفين، مصطفى محمد كمان نجم مصر المحترف في تركيا، كل كان قلقان من فكره ضم المحترفين، لكن الحمد لله الكل يعني كان موجود، وان شاء الله باذن الله يكون مشاركه جيده لمنتخبنا في كينيا، لعل وعسى باذن الله تكون هي مباراه الصداره. ترتيب المجموعه هي المجموعة السبعة، مصر في صدارة المجموعة بثمان نقاط، يليها جزر القمر بثمان نقاط، كينيا 3 نقاط وعندها أمل ضئيل
لعل وعسى ممكن تعمل نتيجة إيجابية مع منتخب مصر مثلا، قدر الله هي تكسب فتقدر تخش في المنافسة مع جزر القمر، لأن جزر القمر في المباراة الأخيرة عندها المباراة الأخيرة مع مصر هنا في القاهرة يوم الاثنين القادم أو تحديدا يوم 29 مارس. إن شاء الله تكون مباراة كينيا مباراة قوية نقدر نعمل فيها نتيجة إيجابية ونتأهل، خاصة في ظل كمان عايز أقول لكم إنك بتتكلم عن منتخبات تضمنت التأهل، بتتكلم عن مالي، المغرب، الكاميرون، الجزائر، السنغال، تونس، نيجيريا، فلغاية اللحظة دي يمكن مفيش مفاجآت، ممكن جامبيا تحرز مفاجأة في إحدى المجموعات وتتأهل، لكن باقي المجموعات بنتكلم عن منتخبات كبيرة، الكاميرون، الجزائر، السنغال، تونس، نيجيريا، وبإذن الله مصر تكون في ركب المتأهلين للمرحلة القادمة. لكن عندنا شوية تفاصيل متعلقة بقى بترند المنتخب وآخر الأخبار اللي كانت موجودة من خلال السوشيال ميديا. نبدأ مع بعض من خلال الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك، واللي اتكلموا على فكرة المساحات الطبية بعد انضمام النني وتريزيجيه وعبد الله جمعة بعد المعسكر ما بدأ بفترة، أجرية مسحة للثلاث لعيبة والحمد لله النتيجة سلبية، عشان كده النهاردة البعثة بالكامل كانت موجودة دون أي غيابات الحمد لله قبل السفر إلى كينيا، والحمد لله نطمئن على سلامتهم، لأن كمان بعد ما يصلوا إلى كينيا النهاردة هيكون في مسحة طبية والنتيجة هتعلن غدا قبل المباراة يوم الخميس القادم. نروح كمان للصفحة الرسمية لفي الجول على الفيسبوك، وقالوا مصدر بمنتخب مصر لفي الجول: البدري لن يدفع بأيمن أشرف إلا بعد التأكد من سلامته تماما. ده مصدر في منتخب مصر قال في تصريحات لموقع في الجول. ومنذ قليل كان معنا الزميل العزيز فاروق صلاح من ملعب التتش وأكد لنا حسب كلامه مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في اتصالاته مع طبيب المنتخب دكتور محمد أبو العلا، الحمد لله أيمن أشرف في حالة صحية جيدة وفي حالة طبية ممتازة، والنهاردة شارك في المران الجماعي بشكل طيب جدا، عشان كده الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ضمه للمعسكر وسافر إلى كينيا، لعل وعسى إن شاء الله ممكن يكون في التشكيلة الأساسية حسب رؤية الجهاز الفني. طيب نروح للحساب الرسمي للأهرام على تويتر: الاتحاد الكيني يطمئن منتخب مصر على الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الخميس. كان الاتحاد المصري التأكيد اتكلم مع المسؤولين في الاتحاد الكيني على فكرة الإجراءات الاحترازية اللي هيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة، والاتحاد المصري بالفعل يعني تلقى تأكيدات من نظيره الكيني قبل مباراة الجولة الخامسة في التصفيات الإفريقية على فكرة ان في التزام بالإجراءات الاحترازية اللي بيعلنها او بيطبقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مباريات الأندية او حتى المنتخبات، وان المباراة هتكون على ملعب كاساراني، طبعا ده من اكبر الملاعب ومن اهم الملاعب في كينيا، وهيتم تعقيم طبعا كل الامور الطبية في هذه المباراة سواء غرف الملابس او حتى كمان في فندق الإقامة، وحتى الآن المباراة بدون جمهور. في بعض الاتحادات بتسمح بعدد معين، لكن في النهاية الأمر هيكون طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي حسب العدد اللي ممكن يخش في المباريات القادمة. طيب الحساب الرسمي كمان في الجول اتكلم على نشروا طبعا صور على تويتر، نشروا صور لمحمد صلاح من مران المنتخب وكتبوا: ابتسامة محمد صلاح حضرة في تدريبات المنتخب الوطني. طيب كمان الحساب الرسمي لي يلا كورة اتكلم ده على انستجرام، نشر صورة لتريزيجيه وقال فيها: هدفنا الصعود لكأس العالم، شيء جميل ان البطولة في دولة عربية. هو بيتكلم طبعا بقى على كأس العالم 2022، سيأتي جمهور يدعمنا من جميع الدول العربية وسيعطينا دفعة لتحقيق نتائج افضل من المشاركة في المسابقة. طبعا انا بصراحة سعيد جدا بتريزيجيه، من اللعيبة ما بتحسش بيه، بيجي بيلعب مع المنتخب بيأدي أداء كويس جدا، بعد ما بيخلص المعسكر بيرجع تاني لأستون فيلا. يمكن لعيب ما بيهتمش جدا بالسوشيال ميديا كتير، لكن لعيب ليه جهد كبير داخل المعسكر وداخل منتخبنا الوطني في المباريات الإفريقية، ومن اللعيبة بصراحة المظلومة إعلاميا. محمود حسن تريزيجيه من اللعيبة المظلومة إعلاميا، لكن داخل الملعب من أهم اللاعبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني، وكل مدرب يتولى المسؤولية تريزيجيه بيكون من العناصر الأساسية مع باقي زملائه. طيب الحساب الرسمي لي يلا كورة على تويتر نشر تصريحات لمدرب كينيا جاكوب موالي، هو المدير الفني الحالي لمنتخب الكيني ولسه متولي المسؤولية من حوالي 5 أشهر، ما كانش معاهم من بداية المشوار. قال: مصر ليست صلاح فقط، ومنتخب مصر يأخذ هذه المباراة على محمل الجد. طبعا وقال: ليس من العدل أن تختصر اسم مصر أو منتخب مصر في اسم محمد صلاح، بالتأكيد يملك خبرة كبيرة، سنبذل أقصى جهد من أجل إيقاف خطورته. وقال كمان: منتخب مصر سيأخذ هذه المباراة على محمل الجد،
هي مباراة للفراعنة، لذلك فإنها لن تكون سهلة علينا. طبعا بنتكلم عن جاكوب موالي المدير الفني للمنتخب الكيني، تولى المسؤولية حوالي 5 مرات، يمكن في كل فترة بيروح وبيتولى المسؤولية وبيمشي. يمكن أبرز إنجاز لجاكوب موالي المدير الفني للمنتخب الكيني هو كيني الجنسية، يمكن في موسم 2003 أو عام 2003 لما تولى المسؤولية كان صاحب التأهل لكأس الأمم الإفريقية اللي أقيمت في تونس عام 2004، فبالتالي من المدربين المخضرمين في كينيا، لكن مش دائم الاستقرار في المنتخب الكيني. يمكن تولى المسؤولية 2003 2005 2007 2008 و2010، ثم تولى المسؤولية أخيرا في أكتوبر 2020 في تعاقد لمدة 3 سنوات مع المنتخب الكيني. هل سيستمر لنهاية المدة؟ ده هيبان خلال الفترة القادمة، ومباراة مصر وكينيا نتيجتها هتكون حاسمة في فكرة استمرار هذا المدرب مع المنتخب الكيني. دي كانت تفاصيل أكتر عن مباراة كينيا ومصر وترند المنتخب واستعداده للمرحلة القادمة في الأجندة الدولية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة من برنامج الترند وهي فقرة مخصصة لكل آراء ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة حول التشكيل المتوقع اللي ممكن يبدأ بيه منتخبنا أمام كينيا. محمود غريب بيقول الشناوي، عبد الله جمعة، الونش، حجازي، هاني، السلية، حمدي فتحي، تريزيجيه، دي أفشا، محمد صلاح، مصطفى محمد. محمود ده نور الدين بيقول محمد الشناوي، أيمن، الونش، حجازي، هاني، حمدي فتحي، النني، أفشا، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. يمكن في أسامي متشابهة في كل الآراء. سعيد ده بيقول الشناوي، أيمن، الونش، حجازي، هاني، النني، السلية، محمد صلاح، أفشا، تريزيجيه، مصطفى محمد. بحاول أخد أكبر قدر من الآراء. طبعا مصطفى كرم بيقول الشناوي، أيمن، الونش، حجازي، هاني، السلية، النني، تريزيجيه، أفشا، صلاح، مصطفى محمد. شهاب علي بيقول الشناوي، أيمن، حجازي، الونش، محمد، هاني، طارق حامد، اسم جديد، النني، أفشا، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. كمان رأي آخر، خلود رمضان بتقول الشناوي، أيمن أشرف، محمود الونش، أحمد حجازي، محمد هاني، النني، السلية، صلاح، أفشا، تريزيجيه، مصطفى محمد أو محمد شريف. ده أول رأي بيقول ممكن محمد شريف مكان مصطفى محمد. آخر حاجة معايا محمد عبد البديع بيقول الشناوي، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود الونش، أيمن أشرف، عمرو السلية، طارق حامد، اسم بيرجع من جديد من ضمن الآراء، محمد صلاح، محمد مجدي أفشا، تريزيجيه، ومصطفى محمد. مصطفى كرم بيقول محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن، الونش، حجازي، هاني، طارق حامد، محمد النني، تريزيجيه، أفشا، صلاح، مصطفى محمد. طيب احنا بنتكلم في اتفاق على حوالي 70 أو 80% من التشكيلة الأساسية. ممكن يدخل محمد شريف مكان مصطفى محمد، ممكن يلعب طارق حامد مكان حمدي فتحي أو السلية مع محمد النني، لكن خط الدفاع في استقراء المجموعة اللي هتبدأ محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد حجازي، الونش، مع طبعا حارس مصر الأول محمد الشناوي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة كينيا، التعادل أو المكسب بإذن الله يؤهلك بنسبة 100% إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون يناير العام القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.